السلام عليكم البنات، السلام عليكم اخواني واخواتي، معكم شهوة عفاف الشمالية، قناتي وقناتكم. اليوم جبت لكم معايا معشوقة الجماهير غريبة ديال الكوكو السميدة اللي كيعشقها الكبير والصغير، وكتجي لذيذة وبنينة ومعلكة من داخل، وبمقادير بسيطة في المتناول الجميع. يعني المقادير ديالها موجودة في كل بيت، واي واحد يقدر يوجدها، وكتوجد دغيا. دوزو معايا المقادير، طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو 4 ديال الكوك، 4 ديال السميده، كنحيدو منها 2 معالق كبار، كاس سميده، كاس زيت ما يكونوش عامرين، 3 البيضات، معلقه كبيره ديال كوفيسير المشمش، البشور ديال الحامض، خماره ديال الحلوه، والنكهه ديال الحامض. بالنسبه للطريقه كنجيبوا الخلاط، الخلاط يعني هذا هو السر ديال الغريبه ديالي. كندير في الخلاط المقادير اللي هما البيض، يكونوا درجه الحراره ديال المطبخ، ما يكونوش باردين البنات من الثلاجه، كنديروهم في الخلاط، وكنزيد عليهم الباقي ديال المقادير اللي هما كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت. كندير كلشي في الخلاط البنات، وكنميكسي، وكنعمل بشور ديال الحامض اللي بغيتو يكون حامض صفار خضر اللي عندكم. كتجي منكهة بالحامض، كتجي غزالة في المذاق. انا قلت لكم هتعجبكم وتعجب وليداتكم، وحتى الناس اللي عزازين عليكم يجيو عندكم ما تحشموش معاها. الدغية كتوجد في ساعة من كوفيتير ديال المشمش، وعندير واحد معلقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، وعنطحن كلشي في الخلاط مع بعضياته. ديك الساعه نخويها في البون ونكمل معاكم الطريقه. بقاو معايا حتى الاخير وتشوفوا الغريبه ديالنا كيفاش كتوجد. بعد ما خلطنا المقادير ديالنا في الخلاط، كنجيبوا واحد البون ديالنا اولا قصريه ولا اللي عندكم، كنخويو الخليط. شفتوا البنات كيفاش كيتخلط كلشي مع بعضياته، يعني جميع العناصر كتخلط مزيان. وعندي 4 ديال الكوك، كنذكر البنات يكون كوك من نوعيه جيده باش تجيكم الحلوه ديالكم مزيونه. والسميده كنعمل 4 سميده، وكننقص منها واحد 2 معالق كبار، ما كنعملش 4 ديال السميده كامله، حيت السميده كتنشف الحلوه وكتخليها تجي يابسه. كنضيف شويه بشويه وكنبدا نخلط، كتجي التخليطه ديالها معلكه، حتى كنجمع. يعني باش انا عبرت لكم شحال دات ليا، انا قلت لكم 4 السميده، نقصوا منها 2 مغارف كبار وديروها. وبالنسبه للخماره كندير خماره ديال 7 غرام، كنزيد نكمل السميده، الباقي السميده اللي عندي وعندي في الخماره ديالي. راه سهله وبسيطه البنات، غير جربوها على الضمانه ديالي، وغتخرج لكم حلوه غزاله ما تحشمكم شي ابدا، وغتوليو دائما كتعملوها. يعني فيها مقادير بساطين وموجوده في كل بيت وفي المتناول الجميع، وتفرحوا بها وليداتكم وتفرحوا بها حتى راسكم، كتجي لذيذه وبنينه. انا ما كانش عندي معاها، ولكن ملي وجدتها بهذه الطريقه هذه ونكهتها بالحامض، يعني مع عزيز عليا الحامض، ولات كتعجبني ولات ما كتخطانيش من الدار. بقاو معايا.
بعد ما جمعتها البنات جبت السكر ديالي اللي هو خصو ضروري يكون سبيسيال باش تجيكم الحلوة ديالكم مزيونة ويبقى حتىش. غالبا البنات كيسولوني كيقولوا لي شمن نوع ديال السكر كتستعملي ديال غلاسي، حيتاش كيديروها هذاك السكر كيدوب ليه في الحلوة ما كيبقاش باين من الفوق. انا السكر كنستعمله سبيسيال، قولهم سكر غلاسي سبيسيال وهو يعطي لكم بائع الحلويات. كوروها البنات ودورها في السكر، هيا ما كتفرتت ما والو، يعني كتلبى لينا كتجي مجموعة. كاينه غالبا اللي كيدير السميده، السميده بزاف هي اللي كتشرب ليهم وكتبقى تفرتت وما كتجمعش، وملي كطيب كتجي قاصحه. لا البنات دائما السميده ما ديروش ربعه كامله، ديروا قل من ربعه، نقصوا منها جوج مغارف كبار. وعاد تنجح معكم الوصفه وعاد تعجبكم وعاد تبقاو دائما تعملوها. ونزيد ناكد لكم النوعيه تكون مزيانه، النوعيه ديال الكوك مزيانه ضروري. هيا البنات طبعا فندا معكم في السكر كلاسي، كتغلفوها مزيان بسكر كلاسي باش كيبقى باين فيها وشاد فيها. كنأكد لكم يكون سكر سبيسيال. بزاف الناس كتعجبهم هذه الحلوى وما كيبغيوش يديروها حيت كيجربوها وكيدوب السكر او لا كتقصح لهم الحلوى او لا بزاف ديال الحاجات. المهم جربوا الطريقه ديالي اللي قلت لكم انا وغتنجح معكم الوصفه من البدايه، غتنجح معكم. والفران خصو يكون مسخن درجة الحرارة 250 وكنشعل فوق ولتحت بالنسبة للفران ديال الضو. والفران ديال البوطة تا هو كيسخن وكتحنيو منه. هيا البنات بعد ما كملتها ودرتها في اللاطة كيف ما كتشوفوا معايا، انا قلت لكم الفران ضروري يكون سخون و 250 درجة بالنسبة للفران ديال الضو وفران البوطة حني والبوطة. هاي الحلوة ديالنا البنات بعد ما وجدات وطابت شتوها كيفاش كتجي، كتفرقع ما شاء الله وكيبقى السكر باين فيها. بقاو معايا تشوفوا الطبق ديال التقديم ان شاء الله. هاي البنات بعد ما عملنا طبسة التقديم شتا البنات كيفاش كتجي غزالة، لا في المنظر ولا في الشكل ولا حتى في المذاق، كتجي معلكة يا البنات وكتجي رطبة ما تخافوش منها نهائيا. وديروها في واحد البواطة وشدوا عليها وكلوها بالصحة والراحة. ما تنسونيش باللايك والكومنتر الزوين ديالكم. الى ملتقى ان شاء الله.